يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من بلغه الإسلام مشوها عن طريق بني جلدته ومات على كفره، هل يعد ممن قامت عليه الحجة؟ نعم، ما دام عرف ان هنا اسلام يجب عليه انه يبحث عن الاسلام الصحيح، وهو ميسور ولله الحمد، ميسور، ما يبقى بين قومه وبين بني جلدته، بل يبحث عن الاسلام الصحيح ويتاكد. نعم.